للحديث أكثر حول الأسواق العالمية ينضم إلي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك معنا رائد وشكرا على وجودك. بما أنه عم نتحدث عن النفط وشايفين هذه التراجعات يعني من الأسبوع الماضي، برأيك عودة النفط اللي بالاشتباكات القائمة الآن ما بين أذربيجان وأرمينيا بسبب بعض خطوط الأنابيب التي تمر في هذه الأراضي، وأيضا كوفيد 19 وارتفاع الحالات بالولايات المتحدة، يعني ما هي التوقعات القادمة بالنسبة للأسعار برأيك؟ يعني أعتقد أن النفط سيبقى يعني يراوح في هذه المنطقة بفولاتيليتي أو بتذبذب متوسط. يعني نحن نتحدث عن مستويات ما بين تقريبا ال 41 دولار البرميل لليو اس 30 وصولا الى 39 دولار. هذين الدولارين سوف نرى النفط يتحرك في الفترة القادمة بشكل كبير ضمن هذا النطاق المحدود. السبب الرئيسي في ذلك هو استمرار وبقاء إمكانية أن يكون هناك نوعا ما ضعف في الطلب العالمي. توقعات الانخفاض بالطلب هي بحوالي 9.7 مليون برميل، في حين عندنا التقليصات التي جاءت من أوبك بلاس هي ب 7.7 مليون برميل. ذلك يبقي أيضا يعني دائما الوفرة في المعروض، إضافة إلى عودة النفط الليبي واللي هو يعني بشكل واضح يشكل مزيد من الضغط، مليون وفوق المليون برميل يوميا. كل هذا الأمر مهم جدا. إذا كان هناك بعض التوترات الجيوسياسية التي تحدث سواء كانت مثل ما تفضلتي ذكرتي أرمينيا أو أذربيجان، المعادلة في الطرف الرئيسي وهو الطلب المتراجع والتي يقع تحت ضغط أكبر في الفترة القادمة، ووجود وفرة المعروض والتصريحات التي سمعناها من أمين عام منظمة أوبك عندما ذكر بأن من المتوقع أن تبقى دول الخليج المتوسطات المخزونات النفطية فيها فوق المتوسط عفوا للخمسة أعوام القادمة، هي دليل ضمني وفعلي على أنه لدينا وفرة في المعروض وسوف يكون هناك ضغط أكبر. أي حودة للارتفاعات فوق مستويات الخمسين الـ 45 دولار سوف تعيد مرة أخرى النفط الصخري، وبالتالي سوف تعود أوبك بلس لتضغط مجددا بالإنتاج ومن ثم تحقيق التوازن عند المستويات حوالي 42 دولار للبرميل كحد أقصى أعتقد بالنسبة للـ WTI على الأقل حتى نهاية تعاملات هذا العام. طيب، وإحنا عم نشوف أيضا بما أنه السلع عم نتحدث عنها، يعني الذهب يمكن أيضا عم بيوصل لأكبر خسارة يمكن من أول شهر مارس رائد، اليوم بعد كسر مستويات الـ 1900 اليوم عم نتداول 1850. يعني ما هي التوجهات القادمة للذهب خلال هذا الأسبوع؟ يعني كيف سيتم أيضا قراءة ما يحدث بالولايات المتحدة من ارتفاع يمكن لحالات كورونا والذهاب للملاذات الآمنة؟ يعني بدأ نوعا ما يعلو صوت كبير بين المتابعين للأسواق أن الذهب لم يعد ملاذا آمنا كما كان سابقا، وإنما يتم التعامل به حاليا بطريقة مختلفة. بعض الشيء التراجعات التي تشهد أسعار الذهب هي نتيجة طبيعية لأنه يكون في عندي عمليات جني أرباح للذين تأخروا بعمليات جني الأرباح فوق مستويات 2000 دولار للأونصة. كان هناك عملية أو موجة جني أرباح قوية بنتيجة قوة الدولار الأمريكي. لاحظنا أن حساسية الذهب للأخبار المرتبطة بحزم التحفيز الفيسيكال حتى يعني أكثر من الكوانتيتيف اللي هي تكون صادرة من الكونغرس وإدارة ترامب حساس للارتفاعات بشكل أكبر من أن يكون أي حديث من قبل الفيدرالي الأمريكي. إذن ربطه بالدولار الأمريكي هو العامل الرئيسي الذي يحرك أسعار الذهب في الفترة الحالية. في الوقت الحالي فنيا نحن نشهد أنه إمكانية على الأقل إعادة اختبار مستويات الـ 1800 دولار للأونصة. من هناك ممكن أن تشكل موجة للصعود مرة أخرى بالاتجاه الصعد، ولكن ليس حدة الارتفاع القوي الذي نشهدها. في عندي symmetrical triangle أو مثلث متساوي، تضيق تداولات الذهب تدريجيا داخل هذا المثلث، والانفجار أقرب إلى أن يكون حاليا نحو الاتجاه الصعد، ولكن يجب أن يكون هناك زيارة لمستويات الـ 1800 دولار واستقرار فوق هذه المستويات حتى يكون هناك استهدافات، وهذه الاستهدافات للمستويات الأعلى لا أعتقد أنها تتجاوز الـ 2050 دولار للبرميل. العامل الذي يمكن أن يكون فاصلا في الفترة القادمة
وليس بالضرورة أن يسبب ارتفاعات، ولكن قد يسبب volatility واسعة، هو الانتخابات الأمريكية التي قد تشهد يعني يشهد مقابلها الدولار الأمريكي تحركات حادة تؤثر على السلع المقيمة به من على رأسها الذهب. طيب، وأيضا يعني أمامنا الانتخابات الأمريكية رائد إلى جانب هذا الخلاف القائم بين الديمقراطيين والجمهوريين على خطة التحفيز، يعني بحجم هذه الخطة، برأيك إلى أي مدى ممكن أن نشوف أو ترى هذه الخطة النور عن قريب ونرى أثرها على الأسواق برأيك بشكل كبير؟ يعني ربطا لما سبق من العوامل المسببة لإمكانية ارتفاع الذهب هي التوجه الضروري الذي سوف تنتهجه الإدارة الأمريكية في الفترة القادمة والكونغرس الأمريكي لتبني خطة أكبر من التي تم إعلانها، واللي هي بحوالي يعني تريليون و 3 مليار. أعتقد هذا الرقم غير مرضي بالنسبة للديمقراطيين بشكل عام، والذين ينادون بأن تكون خطة التحفيز أكبر. وهنا نقطة مهمة جدا، الفيدرال الأمريكي عندما يقوم بطباعة الأموال فهي قروض رخيصة، ولكن المهم هو كيفية سداد هذه القروض. الكونغرس عندما يقوم بإعداد خطة التحفيز المالي، هنا استخدام مباشر أموال دافعي ضرائب وتحفيز مباشر للمستهلكين، وبالتالي ذلك قد يحرك بشكل أكبر. ولكن ما نحتاجه أن تكون حجم الخطة أكبر من ذلك بكثير، وبالتالي من المتوقع أن ينجح الديمقراطيين في دفع خطة التحفيز إلى أن تكون أكبر بكثير من ذلك وتفوق مستويات حتى 4 تريليون، ما ينادون به حاليا هو 3.4 تريليون. هذه التحفيزات هي التي قد تحفز بشكل عام الأسواق الأمريكية، ولكن إذا لم يكن هناك حديث مترافق عن إمكانية أن يكون هناك انتشار أوسع للقاح للكورونا وأخبار إيجابية حول هذا الموضوع، أعتقد التحفيز الذي قد يحدث سيحدث به ما حدث سابقا، تأثير مؤقت ومن ثم عودة الأسواق لتلقف والأخبار المرتبطة بعدد الوفيات والتأثيرات السلبية على لفيروس كورونا، وتراجع أيضا يعني أبحاث اللقاح. نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإكويتي جروب على كل هذه التفاصيل.